80 مليون على قبل الفيلم ديالك ساره، شنو هو التعليق ديالك؟ يلا سمعتها، وانا التعليق ديالي بان هذه اللجنه حرام عليهم انهم يعطيو 80 مليون وخا نكونوا تنصدق تنصوبوا هذه الافلام بحوايج الكاميرا ديال الحج، ديك اللي كانوا كيعطيو ديال الحج. لا دوك الكاميرا ديال الحج، عرفتي ديك الكاميرا ديال الحج، حشومه عليهم. هذه اللجنه خصها تمشي بحالها، حشومه عليهم، حشومه عليهم. عيب عيب، انا عيب نسمع ان 80 مليون اللي قلتيها خيبه التعويذه. حشومه 80 مليون، اشوف خليوها عندهم. هذوك تيقول لك ما تبقاش دير السينما كاع في هذا المغرب.